التحذير قراءة للقرآن خارج الصلاة، خارج الصلاة. وأعظم قراءة للقرآن إنما هي الترتيل وليس التحبير، ولا جميع ضروب التغني من غير الترتيل. وسوء الفهم الذي وقع لبعض الشباب للتغني وللترتيل ولهذه المعاني أنها قادتهم مع الأسف الشديد إلى تقليد المغنين، وأنا كان عرف هذا الشيء من داخل. أعلموا، أعلموا من يستمع لبعض المغنيات من أجل تحسين مقاماته في ترتيل الآية الفلانية أو القطعة الفلانية أو الجزء الفلاني، وهذا فساد والله ما بعده من فساد. تعمى بصيرته هو أولا بسماع ما سمع من الكلام الفاسد يا وعد، ثم يفسد القرآن ويفسد ذوق من ينصت إليه ويستمع، لكي تصنطلح حتى هو وتبعه يفسد له الذوق دياله. وقد فسد مع الأسف ذوق كثير من الناس مع الأسف الشديد. في مجالس الآن من القرآن الكريم يجتمع بعض أهل القرآن فيرتلون آيات فيها من ترهيب ما فيها، فيها من الوعيد ما فيها، ما تنهد له الجبال والأرض، وتسمعوا يعني ينغمها تنغيم يدل على الطرب والسرور، بل ويتبعه من يجلس معه بنوع من النغم يعني أشبه ما يكون بعز الكمان. هو كيكمل الآية والأخرين يعني يصوت واحد صوت تنغيم رقيق حال ضربة الكمان تماما. هذا والله عليه وزر، حاشا حاشا واش يكون بحال هذا عنده الأجر أبدا، إن لم يتداركه الله برحمته لكانت عليه أوزار بما أفسد من طبع القرآن. القرآن شيء آخر، القرآن يتحزن به، القرآن يتربى به، القرآن معراج إلى الربانية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. القرآن لهذا الغرض أنزل، ولهذا الغرض جاء إلى الناس. لذلك إذن لابد أن نعيد علاقتنا بالقرآن من جديد، وأن نجدد فهمنا للترتيل. الترتيل نصب، النصب هو الخدمة، تعب، مشقة، إنسان كيعرق من أجل القرآن الكريم. ولهذا رب الله رسوله وأصحابه على أن يتدربوا على ذلك في محراب الصلاة، في محراب الصلاة كما في سورة المزمل: قم الليل إلا قليلا. هذه الأجواء هي التي تضمن لك أن تتعلم الترتيل. وإذا صدقت الله جل وعلا آتاك من فضله، وعلى قدر صدقك يكون تأثيرك. فإذا حبرت القرآن بعد ذلك انتقلت من الترتيل إلى لحظات من أجل الاستراحة، شيء حسن، نستريح من القرآن بالقرآن، يكون آنئذ تجويدك وتغنيك للقرآن على موازين العبادة لله الواحد القهار. المرتلون الأوائل ما رتلوا كلمة من كتاب الله إلا وانطلقت القلوب خاشعة وانطلقت العيون باكية لله الواحد القهار. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني زمن الخلافة ديال سيدنا عمر لما كان خليفة المسلمين أمير المؤمنين، وكانت عاصمة الإسلام في المدينة المنورة. استعمل أبا موسى على العراق، رد العامل أو الوالي ديال العراق، فكان يؤم الناس في مسجد البصرة ويقرئ الناس، مئات من تابعين تخرجوا على يديه
إقراء للقرآن وترتيلا له. وكان أصحاب رسول الله الذين بقوا بعد في المدينة، واحد عدد من الصحابة بقوا في المدينة مع سيدنا عمر، يترقبون قدوم أبي موسى، كيتسناو اللحظة اللي يأخذ فيها أبو موسى الكونجي، عفوا على هذا الاصطلاح، اللحظة اللي يأخذ واحد العطلة صغيرة ويزور المدينة من وراء لأمر ما فيأتي، كما في صحيح ابن حبان وغيره، فيجتمع إليه سيدنا عمر والصحابة ويجلسون حلقة، يجلسوا في حلقة، ويقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا. ماذا يقصدون؟ قرأ لنا القرآن. انظر إلى القصد وإلى الوسيلة. القصد تذكر والتدبر وتذكر الله وذكر الله، الوسيلة ترتيل القرآن الكريم.